أقام بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازيجي بمشاركة المطارنة أعضاء المجمع الإنطاقي المقدس في البلمند خدمة صلاة الشكر لمناسبة إعلان قداسة الأبوين نقولة وحبيب خشي، وهما كاهنان شهيدان إنطاقيان. الأب نقولة خشي كان استشهد في مرسين سنة 1917، وابنه الأب حبيب خشي استشهد في جبل الشيخ سنة 1948. هذه الكنيسة أحبتي أنطاكية التي ورغم قساوة التاريخ وقساوة الأيام التي عبرت والمراحل التي مرت فيها، ولكنها تبقى برحمات ربها وسيدها، وما زالت تبقى شاهدة وحاملة لرسالة المحبة، وأن الرب أتى إلى الأرض تجسد كإنسان لأنه أحب الإنسان ويريد خلاص كل إنسان على وجه البسيطة.